قرأ الأطفال كتاب الحاضر قالوا هذا زمن يتفتح في رحم الأشياء. كتبوا هذا زمن شاهدنا فيه كيف يربي الموت الأرض وكيف يخون الماء الماء. عم بكسر كمان هون العالم عم تكسر. هذا المخيم الجديد كان فاضي بس انتهى. هون كان فاضي نصه. يوم جينا ما كان غير خيمة هاي وخيمة تون وخيمة هاي. كان المخيم كله فاضي ما فيش خيم شيل. بس انتهى المخيم. يعني إنه متوقعين هون نقعد شهرين بكون ساقط وقاعدين ومبسوطين ومروحين مبسوطين.